أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ولكن نبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة القدس العربي ومقال الكاتب مثنى عبد الله، جاء فيه: واهم من يعتقد أن الأزمة السياسية وتعطل تشكيل حكومة في العراق هي المعضلة الأساسية التي يواجهها هذا البلد. فعلى مدى ما يقرب من عقدين من الزمن كانت الأزمة السياسية حاضرة، وسواء كانت هناك حكومة أم لم تكن، فالبلاد والعباد يواجهون الكوارث الأمنية والاقتصادية والخدمية. وعليه فأن الربط بين تعطل تشكيل حكومة وتوقف مسيرة الحياة في العراق تبريرات غير واقعية وذات أهداف مغرضة. المشكلة الحقيقية في هذا البلد تكمن في صلب بنية العملية السياسية، وما على ذلك هو نتاج لهذه الأزمة. فقد خلق الاحتلال فضاء سياسيا مزق به جميع القواعد المعتادة للسلطات وطبيعة الحكم والعلاقات ما بين السلطة والمجتمع والعلاقات ما بين المشاركين في السلطة أيضا، وصنع حالة اضطراب مستدام كي يضمن وجودا فاعلا له في المشهد العراقي. فتكون العودة إلى أحضانه والالتزام بأوامره هي المدماك الرئيسي للقوى السياسية كافة المشاركة في السلطة. لذلك وجدنا أنه على الرغم من ادعائه باعتماد الديمقراطية نظاما سياسيا، لكنه صفح الطبقة السياسية وأحاطها بقداسة الحق المطلق في الحكم، على اعتبار أنها كانت مضطهدة من قبل النظام السابق ومظلومة وبعيدة عن السلطة، فجعلها بعيدة عن الحساب الشعبي وحماها من المساءلة القانونية، وبذلك أطلق لها العنان كي توغل في السرقات والقتل والاضطهاد والإثراء غير المشروع، كما عمل على جعل السياسة والعمل السياسي ليس فعلاً اجتماعياً ولا مهنة ثقافية، من خلال وضع اللصوص والقتلة وزعماء الميليشيات في صدارة المشهد السياسي والثقافي والفكري والتربوي. وبذلك فقدت السياسة دورها الرئيس في المجتمع، وباتت مجرد واجهة يختفي خلفها البعض لتحقيق أهداف مرحلية مرتبطة بالتحشيد والتجييش ضد الطرف الآخر المشارك في العملية السياسية، وإمعانا منه في تمزيق القواعد السليمة التي تسير عليها الدول والأنظمة السياسية. فقد تمسك بنظام الدولة التقليدية وتوسل بقشور الحداثة السياسية من برلمان وانتخابات من دون الانفتاح الحقيقي على الحداثة السياسية. وكان الهدف من وراء ذلك إبقاء سياسة البلد وقراراته رهناً لخياراته هو ومصالحه العليا. ويضيف الكاتب مثنى عبد الله: لقد كان العراق بنك المنطقة العربية، كانت هناك أدمغة مبتكرة ونخب وجامعات مدنية وعسكرية رصينة تشكل نموذجا للأجيال العراقية والعربية الصاعدة. اليوم لم يعد هنالك نموذج ولا جامعة ولا بنك خبرات، والنموذج الوحيد المتوفر هو هذا العبث الذي يسمونه العملية السياسية وهذه الطبقة الحاكمة الرثة. ويضيف الكاتب: كان الحراك الشعبي يسقط حكومات ويلغي اتفاقيات ومعاهدات، بينما ثورة تشرين في عام 2019 على الرغم من أهميتها وبروزها كفعل مؤثر في الواقع السياسي والاجتماعي العراقي، لكنها لم تكن بمستوى الحدث، كما أنها عجزت عن التحول إلى العصيان المدني. فلذلك فالمسؤولية الكبرى اليوم في إنقاذ العراق هي على عاتق شعبه وليس أي طرف آخر. تعمد الساسة الخلط بين التدين والسياسات الفاشلة التي ينتهجوها لتدعيم حظوظهم السياسية بضمانات دينية تم رسمها بدقة فائقة لتناسب تفكير عامة الناس من البسطاء، في حين يبقى للميليشيات القول الفصل في حاضر ومستقبل البلاد والعباد. يحملون الكاتيوشا على أكتافهم ويطوقون أعناقهم بشماغ قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق، يدخلون المدن والأحياء والبيوت ودوائر الدولة، يخطفون ويقتلون أو يغيبون من يريدون باسم محور المقاومة والحرب مع الأمريكيين،
يقينا لقد سقط العراق في الجب وما زال فيه منذ ما يقرب العقدين من الزمن من دون أن يلتقطه بعض السيارة. وفي العلاقات الدولية لا يوجد من يمد يده إلى الآخر من دون مقابل، خاصة أن الدول باتت اليوم تبحث عن ساحات تتصارع فيها مع القوى المنافسة لها بعيدا عن أراضيها، وتشكل الدول الفاشلة فرصة كبيرة ومسارح مؤجرة للصراعات الخارجية، كما أن القوى الكبرى أخذت ترهن مستقبل دول تعاني من الأزمات وتجعلها جوائز ترضية لهذا الطرف أو ذاك عندما تتلاقى المصالح وتعقد الصفقات. وهنا يبرز دور الشعوب في الخروج من الأزمات وصنع الحاضر والمستقبل. فهل شعب العراق على قدر المسؤولية؟ على الرغم من أن شعب العراق مثل مركز ثقل عبر التاريخ، وعندما تزاوج العنصر البشري فيه مع عنصر المكان كانت النتيجة صناعة تاريخ وحضارة، إلا أن الواقع الحالي يختلف تماماً عن هذه الصورة الماضية. فالكثير من المراقبين يتساءلون بحيرة عن أسباب هذا السبات الطويل. فعلى مدى 19 عاماً ذاق هذا الشعب كل أصناف الظلم والاضطهاد والقتل والتشريد والتغريب على يد قوى أجنبية ومحلية، ودفع أثماناً باهظة من حاضره ومستقبل أجياله. نشرت صحيفة ستار التركية مقال رأي للدكتور علي سيمين، تحدث فيه عن غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وما ترتب عنه من أزمات، كما تطرق إلى جوانب النظام السياسي الذي أرسته واشنطن في المنطقة. وذكر الكاتب أن العراق يعاني منذ سنوات من الأزمات السياسية المزمنة والصراعات وتضارب المصالح، فقد أجريت 6 عمليات انتخاب برلمانية منذ سنة 2005 حتى الآن، وكانت كل محاولة تشكيل حكومة تمر بمخاض طويل ومعقد ومثير للجدل. وبالنظر إلى المعادلة السياسية التي أنشأتها الولايات المتحدة بعد الغزو، ظل النظام السياسي القائم في بغداد على حاله مهما تكررت الانتخابات. المعادلة السياسية في العراق التي تقتضي أن يكون رئيس البلاد كردياً ورئيس الوزراء شيعياً ورئيس مجلس النواب سنياً، وبناء على ذلك أياً كان الحزب الفائز في الانتخابات فإنه يتعين عليه تشكيل حكومة توافقية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لمرشح من العرب السنة أو الأكراد أن يشغل منصب رئيس الوزراء حتى لو حصل على نسبة 60% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، لكن هذا النموذج لا أساس له في الدستور العراقي. يرجح الكاتب أن النظام السياسي الذي أقامته الولايات المتحدة في بغداد بعد سنة 2003 وصل إلى حافة الانهيار، وأن حكومة الأغلبية باتت تعتبر الحل الوحيد للأزمة بدلاً من الحكومة التوافقية. وبالنظر إلى آخر المستجدات في الساحة العراقية، ومع أن ما يحدث هو أزمة تشكيل حكومة سياسية فقط، إلا أن الأزمات من هذا النوع تفتح الطريق أيضاً أمام حدوث مشاكل اقتصادية وأخرى أمنية. وبعد انسحاب الصدر من عملية تشكيل الحكومة لن يكون ممكناً حل الأزمة السياسية في البلاد مهما تشكلت حكومات ائتلافية. عند تقييم الصراعات الداخلية يتبين لنا أن العملية السياسية في العراق في فترة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية صممت إلى حد كبير من قبل الأحزاب والمنظمات والسياسيين بتوجيه من إيران. وحتى إن لم يكن التغير في البنية السياسية للعراق واضحاً، لا يمكن إنكار حقيقة تضاؤل النفوذ الإيراني في العراق نتيجة الصراعات الداخلية. ويعتقد الكاتب أنه من الصعب تحقيق الوحدة السياسية في العراق نظراً إلى خريطته السياسية التي تقوم على أسس عرقية وطائفية، ويحتاج تحقيق الاستقرار إلى مصالحة اجتماعية وسياسية جادة. تناولت صحيفة التايمز في تقرير لمراسلتها كاثرين فيليب، قالت فيه إنه سيتم تقديم أدلة اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بحملة الصين لاختطاف الإيغور الذين فروا إلى الخارج وإعادتهم قسرا
وسط تحذيرات من أن الوقت ينفد لإنقاذ الشعب الإيغور. وتضيف الصحيفة أنه تم تطبيق نفس المبدأ للتحقيق في اضطهاد ميانمار لشعب الروهانجا الذين أجبروا على عبور الحدود إلى بنغلاديش. قال رودني ديسكون المحامي البريطاني الذي يقود القضية: لقد أدرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خطورة عمليات الترحيل الجماعي والاختفاء في قوله إن مكتبه سيجمع أدلة على إرسال الأوكرانيين إلى روسيا، وبالمثل يجب تجميع مثل هذه الأدلة على إجبار الإيغور وغيرهم على العودة إلى الصين ومراجعتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية من بلدان أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتشمل الأدلة المقدمة إلى المحكمة رواية مباشرة من أحد الشهود الذين فروا من أحد معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، حيث تم تحذير المحتجزين بشكل روتيني من أنه سيتم تعقبهم وإعادتهم في حالة فرارهم إلى الخارج. ويأتي ذلك في أعقاب التقارير السابقة التي توضح بالتفصيل اختفاء الإيغور من طاجكستان وكمبوديا، بما في ذلك تقلص عدد سكان الإيغور في العاصمة الطاجكية. ويروي الشاهد الموجود الآن في الولايات المتحدة أن الإعلان اليومي في المعسكرات يهدد المعتقلين بأنهم لن يفلتوا أبداً من سيطرة الدولة الصينية إذا ذهبوا إلى الخارج، وأنه سيتم تعقبهم وإجبارهم على العودة إلى الصين. وقالت الصحيفة إن الدعوى اليوم هي الدفعة الثالثة من الأدلة المرسلة إلى لاهاي في محاولة لإقناع المدعي العام كريم خان بالتحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد السكان الإيغور. الغارديان: رعاة المستوطنين يشردون الفلسطينيين بهدوء. نشرت صحيفة الغارديان تقريراً لمراسلتها بيثان ميكرنان، قالت فيه: في السنوات الأخيرة ظهر مستوطنون إسرائيليون يستخدمون الرعية كأداة للاستيلاء على معظم أراضي المنطقة بأقل جهد، فبعض المستوطنات المبكرة أصبحت الآن راسخة وثرية مع وجود حراس أمن عند المدخل والأسوار مغطاة بالكاميرات والأسلاك الشائكة، والقوات الإسرائيلية موجودة وجاهزة لفرض القانون العسكري على الفلسطينيين والقانون المدني للمستوطنين. استقر حوالي 450 ألف مستوطن فيما يعرف الآن بالمنطقة جيم من الضفة الغربية منذ بدء احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1967، بعضهم بدوافع دينية أو قومية، والبعض الآخر بدافع تكلفة المعيشة الأرخص. وينظر معظم المجتمع الدولي إلى وجودهم على أنه عقبة رئيسية في طريق السلام الدائم، ما كان ينظر إليه في السابق على أنه أسلوب حياة رائد أصبح الآن مريحاً للغاية في كثير من الأحيان. فبعض المستوطنات المبكرة أصبحت الآن راسخة وثرية مع وجود حراس أمن عند المدخل، والأسوار مغطاة بالكاميرات والأسلاك الشائكة، والقوات الإسرائيلية موجودة وجاهزة لفرض القانون العسكري على الفلسطينيين والقانون المدني للمستوطنين. وفقاً لدور إيتكس الخبير البارز في سياسة الأراضي الإسرائيلية عبر الخط الأخضر، فقد حاول الجناح اليميني لحركة الاستيطان تجربة شيء مختلف خلال السنوات العشر الماضية بنجاح كبير. توصل تحقيق جديد إلى وجود 77 مزرعة وبؤرة استيطانية إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية. تم إنشاء 66 على مدى العقد الماضي و46 في السنوات الخمس الماضية كجزء من انفجار في نمو المستوطنات خلال إدارة ترامب. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حالة من الرعب تسود أكبر منطقة في أثيوبيا بعد يومين من مذبحة كبيرة نفذها مسلحون في منطقة أوروميا غرب البلاد، وراح فيها مئات المدنيين. وقد هز الهجوم الذي وقع السبت الماضي ثانية أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث خلفت موجة العنف بين الأعراق والحرب الأهلية الملايين من القتلى أو النازحين أو من هم
في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. نسب حاكم ولاية أمهر الإقليمية المجاورة يلكال كيفالي الهجوم إلى جيش تحرير أورومو أيضاً وفقاً لوسائل إعلام حكومية، وفي بيان اتهمت حكومة أوروميا الإقليمية أيضاً جيش تحرير أورومو المصنف إرهابياً من قبل الحكومة الأثيوبية بأنه شن هجوماً عنيفاً ضد أبرياء بعد معارك ضد القوات الحكومية صباح السبت في منطقة جيمبي. وسبق أن اتهمت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد جيش تحرير أورومو بارتكاب مجازر تستهدف أفراداً من إثنية أمهرة يقيمون في أوروميا، ويسلط الهجوم الضوء على التحديات التي تواجه أحمد حيث يحاول جعل سلطته مركزية في دولة يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة وفيها عشرات الجماعات العرقية ذات المصالح المتباينة والمتضاربة في بعض الأحيان. وقال شهود عيان إن المجزرة استمرت عدة ساعات وكان هناك عند انتهائها عدة جثث ممددة في الشوارع. وقال رجل من أمهرة إنه ساعد شخصياً في دفن 61 جثة الأحد، مضيفاً أن عدد الجثث التي دفنت الأحد كان 351 بالإجمال. من جانبه اتهم ناطق باسم جيش تحرير أورومو يدعى أودا تاربي الأحد ميليشيا إقليمية موالية للحكومة بأنها ارتكبت هذه الجرائم وطالب بتحقيق مستقل. عينت تركيا أول امرأة محجبة في منصب مدعية عامة في البلاد لتصبح بذلك أول سيدة محجبة تشغل هذا المنصب على مستوى ولاية. وأصدر مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا قراراً بتعيين طوبة أرسوز أنور كمدعية عامة لولاية قموش هانا شمال شرق تركيا. يشار إلى أنه في عام 2013 ألغت تركيا حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة ما عدا القضاء أو الجيش، ولكن في عام 2016 قررت الحكومة السماح للشرطيات بارتداء الحجاب، وفي عام 2017 اتخذت الحكومة التركية قراراً يسمح للنساء برتبة ضابط أو ضابط صف بارتداء الحجاب في الجيش التركي. للكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الواقع فتابعوا معنا. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.